2019 variant 1, it's paper 6. السؤال الأولاني بيقول the apparatus shown was used to investigate products formed when ethanol burns in air. إحنا عارفين إن الإيثانول لما بيبرن in air بيعمل combustion reaction وبيطلع carbon dioxide water وheat. وطبعا البالانسينج هنا 3 و 2 و 3. السؤال الأولاني بيتكلم عن الأبراتس. معظم الأسئلة الأولانية في paper 6 بتسأل على naming apparatus، علشان كده الفيديو بتاع naming apparatus اللي في chapter 2 مهم جدا ان انت تكون عارف كويس الأبراتس دي، او ترجع كمان للنوتس وتسمع الفيديو وتعرف كل الأبراتس، وكمان تعرف الأبراتس دي بتستخدم في ايه. فهو طالب ان احنا نكمبليت البوكس، وطالب ان احنا نعرف الأبراتس دي. طبعا الأبراتس دي هي بيكر، واحنا عارفين ان البيكر بيجي بأحجام كتير، ممكن يبقى صغير ممكن يبقى كبير زي الرسمة دي. السؤال اللي بعده بيقول explain why water collects in the YouTube، وفي درجتين. فالدرجة الأولانية لازم تتكلم عن الستيم اللي طالع من البرنينج بتاع الإيثانول، من الكومبشن بتاع الإيثانول. والدرجة التانية تexplain why الستيم ده حصل له condensation في الحتة دي. يبقى الدرجة الأولانية هتقوله إن الستيم أو الwater vapor was produced from the combustion of ethanol. بعد كده تقول له حصل لها ايه الفيبر دي، تقول ان هي حصل لها كوندنسيشن. طبعا انت عارف هي حصل لها كوندنسيشن دي علشان التلج اللي هو حاطينه هنا خلى البيكر سائع، وبالتالي الفيبر حصل له كوندنسيشن. ده يعتبر سؤال سهل جدا من شابتر 1، وده طبعا سؤال سهل جدا من شابتر 2. اما السؤال ده فجاي من شابتر 11، لانه طالب a chemical test for water. واحنا عارفين ان احنا لو حطينا التست بتاع الووتر في physical test وفي chemical test. الphysical test هو الميلتنج والبويلنج point، انه it melts at 0 and boils at 100. والchemical test انه هو it changes anhydrous copper sulfate from white to blue. طيب انت عارف ان في تست كمان اللي هو الانهيدروس كوبالت كلورايد، وبيتغير لونه من بلو تو بينك. فانت ممكن تكتب ده ممكن تكتب ده، ممكن تستخدم الانهيدروس كوبر سلفيت وايت تو بلو، ممكن تقول له انهيدروس كوبالت كلورايد والابزرفيشن بلو تو بينك. بعد كده بيسال على البيربس بتاع السكشن بامب. السكشن بامب دي اللي هي عماله تسحب الاير من الابراتس ديت، ايه لازمتها؟ انا لو ما سحبتش الاير ثرو ذا ابراتس، الغاز اللي طالع من الكومبشن هيقعد هنا كده ومش هيتحرك إلا ببطء شديد جدا. فأنا عشان أساعده إن هو يمر في الأبراتس وينزل ويطلع وينزل يعني ويطلع لبرة، لازم أسحبه علشان أساعده إن هو يطلع برة الأبراتس. طيب هتكتبها إزاي دي بالإنجليزي؟ هتكتب to suck the gases through the apparatus out. بعد كده بيسأل predict the change seen، حاجة بنشوفها بعناية. يبقى أنا عايزة observation، يبقى ما ينفعش تقول أي حاجة ما تتشافش، لازم تكون بتتشاف. in the test tube containing lime water، وبعد كده explain، ودرجتين. يبقى الدرجة الأولانية على الobservation the change seen، والدرجة التانية على الexplanation. طبعا انت لو تاخد بالك احنا هنا في lime water، والإيثانول ده بيطلع carbon dioxide زي ما اتفقنا، يبقى أكيد الcarbon dioxide هيturn lime water milky. يبقى الobservation seen إن lime water turns milky. طيب explain هتقول له carbon dioxide was produced from the combustion of ethanol. يبقى في السؤال ده في درجة على كلمة milky وفي درجة على كلمة carbon dioxide. سؤال نمبر 2 بيجي كتير جدا على chapter 7 و chapter 8. chapter 7 اللي هو rates of reaction، و chapter 8 اللي هو acids, bases and salts. السؤال ده بالذات بيسأل عن acids, bases and salts. بيقول ان هو عنده nitric acid وبيعمل reaction مع excess magnesium carbonate. احنا طبعا عارفين ان الرياكشن ده هيطلع carbon dioxide water و salt. السالت هيبقى magnesium nitrate plus الcarbon dioxide والwater، واكيد الcarbon dioxide هيحصل له bubbling هنا through measuring cylinder المقلوب دوت، inverted measuring cylinder، حطه بالمقلوب بحيث ان هنا يبقى مثلا ده 10 وده 20 وهكذا. والبابلز اوف جاز ار كولكتد اوفر ووتر، واحنا عارفين ان في طريقه تو كولكت ذا جاز، ممكن بالجاز سرنج ممكن اوفر ووتر، بس الشرط ان هو يبقى كولكتد اوفر ووتر، ان هو ما يكونش سوليبل ان ووتر. والكربون دايوكسيد هو سوليبل بس مش سوليبل قوي، اتس سلايتلي سوليبل. فجزء كبير منه هيبقى actually collected هنا، وفي جزء صغير ممكن يدوب. طبعا هو اللي هيعمله ان هو هيبتدي الستوب واتش اول ما الرياكشن ما يبتدي، ويفضل يقيس او ياخد قراية الفوليوم بتاع الجاز at intervals of 10 seconds، يعني كل 10 ثواني يبص على الواتش الستوب واتش كده، كل 10 ثواني ياخد قراية ويكتبها، بعد 10 ثواني تانيين عند second number 20 يبص على الواتش الستوب واتش ويقرا القراية ويكتبها وهكذا. بس امتى هيبتدي الستوب واتش؟ اول ما الرياكشن ما تبتدي. طيب انا عايزه اتاكد ان الرياكشن انا هبداها بايدي في الوقت المحدد اللي انا اختاره، اعمل ايه؟
هو معلق المغنيسيوم كربونيت هنا. فاكرين الفيديو بتاع chapter 6 لما قلنا ان احنا احيانا بنكون عايزين نفصل التو كيميكلز عن بعض، فعشان نفصلهم عن بعض ممكن نعلق واحد من الكيميكلز كده في فتله، واول ما احب ابتدي الرياكشن اروح موقع الفتله، الرياكشن تبتدي اروح فاتح الستوب واتش. في طريقه تانية ان انا ممكن احط الاسيد في فانل كده فوق، واللي هي بيبقى فيها تاب كده، واول ما احب ابدا الرياكشن افتح التاب دي الاسيد هينزل. دي طريقه ثالثه. احيانا برضو ممكن تلاقي في الامتحان ان هو عامل سيبريشن كده ببارير، وحاطط الاسيد في ناحيه والمغنيسيوم كربونيت في ناحيه، واول ما يحب يبدا الرياكشن بيهز الكونيكال فلاسك كده، فالبارير ده يقع فالرياكتنتس تميكس مع بعض ويبتدي الرياكشن. فاي طريقه من الطرق دي ممكن تجي لك، او ممكن يطلب منك ان انت تقترح طريقه تفصل بيها الكيميكلز دي. المهم ان هو لما يحب يبتدي الرياكشن هيروح موقع التست تيوب دي فتبتدي الرياكشن. هنا طالب مني ان انا اقرا الميجرينج سيلندر، ودايما في امتحان بيبر 6 هيطلب منك تقرا يا ميجرينج سيلندر يا بيوريت، يا اما ممكن كمان ثرمومتر، يا اما ستوب واتش، اي حاجه من الحاجات دي هيطلب منك ان انت تقراها. فلازم تكون كومفورتبل جدا ان انت تقراها. طبعا ما تستغربش ان ده مقلوب وان الارقام كمان مقلوبه بالمنظر ده، عادي لان هي انفرتد ميجرينج سيلندر، فايتس اوكي. انت عندك القرايه هنا دي سهله 0، القرايه هنا ايه؟ دي 25 ودي 30، يبقى اكيد دي 27. هنا ده 45 وده 50، يبقى اكيد ده 48. ده 60 وده 65، يبقى ده 62. اما ده ف 65 بالظبط. هنا 70 وهنا 75، فهنا دي هتبقى 74. ناس كتير بتتلخبط وتروح كاتبه 76، لا خد بالك، خد بالك من الرقم اللي فوقيه والرقم اللي تحتيه. هنا ده القرايه بتاعتي ما بين ال 75 وال 80، يبقى ده 76، وده ما بين ال 75 وال 80 يبقى 7، ده هيبقى 76 وده هيبقى 77 وده زيه 77. طبعا السؤال ده بيبقى عليه درجتين، ودرجتين لازم تلمهم، يعني مفيش مجال ان انت تنقص في حاجه زي كده خالص. طلب مننا ان احنا نحط البوينتس ديت. احنا اول بوينت عندنا بتبقى في الاوريجين يعني عند 00، تاني نقطه التايم 10 والفوليوم كان 27. طيب هجيب ال 27 منين؟ لاحظ ان ال 20 هنا وال 30 هنا وما بينهم 10 نقط، يعني اكيد ده 21 وده 22 وده 23 وهكذا، يبقى انت اكيد ده عندك 27، يبقى اكيد النقطه هنا. I assume ان انت عندك الماث سكيلز بتاعتك سترونج وان دي مش هتبقى مشكله بالنسبه لك. عند 20 البوينت كانت 48، يبقى هتطلع فوق كده وتبص فين ال 48؟ ال 48 اهي. عند 30 62، عند 40 65، وعند 50 74، وبعدين 76، وبعد كده 77، وواحده كمان 77. طبعا هنا 3 درجات، فياريت برضو ما تضيعش حاجه زي كده خالص. دلوقتي هو قال ايه؟ draw a smooth line graph. لو قال لي smooth هرسمها بايدي، لو قال لي straight هرسمها بالمسطره. يبقى تاخد بالك من السؤال هو قال ايه. طيب دلوقتي انا الرول بتاعتي سواء كنت هرسمها بايدي او بالمسطره، الرول ان انت تعدي على اكبر عدد ممكن من النقط، ولو في نقطه مش هتعدي عليها حاول ان هي تكون قريبه. يعني لو straight line وكانت النقط مثلا بالشكل ده، حاول تعدي على معظمها. لو في واحدة فوق شوية واحدة تحت شوية it's okay، بس اللي يبقوا فوق السطر وتحت السطر قد بعض، ويبقى عندك حاجات كتير بتمر بيها الخط اللي انت رسمه بالمسطرة. لو عندك smooth line اللي هو اللي انت رسمه بإيدك، برضو حاول تعمل نفس الموضوع. smooth line واضح ان هو هيبقى شكله كده، وواضح ان النقطة دي انا مش هعرف امررها. ما تجيش انت بقى وتروح ممررها بالعافية كده وتعمل كيرف غريب، اوعى تعمل المنظر ده، انت ما تمرش عليها اصلا. واضح ان هي نقطه غلط، يعني واضح ان اللي اخذ القرايه دي اخذها في وقت غلط عشان كده طلعت معاه مش مظبوطه، او ارى القرايه من الميجرينج سيلندر بطريقه مش مظبوطه. لا وكمان الممتحن قال لي بصريح العباره one of the points is anomalous. anomalous يعني مش مظبوطه، فيها غلطه. فده كمان ياكد لي ان انا ماشي مظبوط وان انا رسمت الجراف صح. circle this one point on the graph. بمنتهى البساطة هتروح اعمل لها circle هنا وكده، انا عاملها بالاخضر. from your graph deduce. deduce يعني استنتج. the time، مطلوب التايم taken to collect 40 centimeters of gas. هو طالب التايم لما بيكون في 40 centimeters cube of gas. ادي ال 40 سنتيمتر كيوب اوف جاز، هتعمل ايه؟ بمسطره هترسم خط مقطع وتوصل لحد الكيرف بتاعك، وبعدين اول ما تلمسه تروح نازل بخط مقطع برضو لحد ما تلمس الاكس اكسس، وبعد كده تقرا التايم اللي هو طالبه. التايم هنا ايه؟ هيبقى 15، فهتكتب هنا 15 سكندز. هو اوريدي مديك اليونتس فذاتس اوكي، لكن لو ما ادكش اليونتس انت لازم تكتب اليونتس، اوعى تنساها، بيبقى عليها درجه. طب امال الدرجتين دول على ايه؟ درجه على الرقم اللي انت جبته، ودرجه على الخط المنقط
اللي انت رسمته بالمسطره من اول الواي اكسس لحد ما لمست الكيرف ومن اول ما لمست الكيرف لحد الاكس اكسس. بعد كده سالك one possible source of error and suggest one improvement to reduce this error. والله في error ان انت لانك بتستخدم measuring cylinder فهو مش inaccurate قوي يعني, فممكن تكتب inaccurate measurement. طب تحسنها ازاي دي؟ ممكن تحسنها بانك تستخدم gas syringe لان الgas syringe دايما بيبقى more accurate than the measuring cylinder. طيب هل في طريقة تانية ان انا احسن بيها الاكسبرمنت دي؟ والله انت لو تلاحظ ان هو كان مستخدم 250 سنتيمتر كيوب measuring cylinder. ال 250 سنتيمتر كيوب دي واسعة قوي, لما بيبقى واسع بتبقى القراية صعبة شوية, لكن لو ضيق هتبقى قرايته أسهل. وعشان كده انت ممكن تقوله ان انا ممكن احسن الميجرينج بتاعي بان انا استخدم ميجرينج سيلندر اضيق شوية. السؤال اللي بعده الحقيقة هو يعتبر chapter 7, لكن ده سؤال مش محتاج حتى ان انت تكون مذاكر الحقيقة, يعني هو مديك كل المعلومات ممكن تحله بسهولة حتى من غير مذاكرة. هو طالب ايه؟ بيقولك ال average rate بتاع reaction can be calculated using the equation shown. وداك ال equation, هو حتى لو ما اداكش ال equation مفروض انت تبقى عارف هو ال volume of gas او الميجرينج بتاعك, سواء كان gas سواء كان temperature اي حاجة, divided by time taken, يعني اي change في الدنيا divided by time, وده احنا خدناه في chapter 7 لكن هو حتى ادهولك وده بيديني الريت. بيقولي calculate the volume of gas collected between 10 seconds and 30 seconds. يا ترى في قد ايه بيبقوا collected ما بين 10 و 20؟ ارجع للارقام بتاعتي. هو بيقول عايز ال volume of gas collected between 10 seconds and 30 seconds, يبقى بكل بساطة 62 اللي هو الرقم ده minus 27, و 62 minus 27 is equal to 35. ما تنساش تكتب ال units, ال units عليها درجة, لو ما كتبتش ال units هتنقص. طيب هنا بيقول لي calculate the rate, هو already مديني equation, بيقول لي ال equation دي ال volume of gas اللي انا لسه جبته فوق اهو, يبقى ال volume of gas اللي هو 35 divided by ال time taken. ال time taken between 10 seconds and 30 seconds قد ايه؟ محدش يحط بقى 30, هو ما بين 10 و 30 seconds يعني 20, 30 minus 10 يبقى 20, وده هيطلع 1.75. طبعا هو هنا طالب منك ال units, ال units بكل بساطة هتبقى centimeters per second. السؤال اللي بعده بيقول the student calculated that the total volume of gas collected in this reaction would be 85. يعني هو المفروض بالcalculations كده وبالmoles وبتاع المفروض يبقى 85, بس هو actually طلع لي 77 بالظبط سنتيمتر كيوب. لو تلاحظ من الارقام هنا التوتال بتاعي اللي طلع في الاخر كان 77 بس, مش 85 ولا حاجه. ايه ده, غريبه قوي, ليه الكميه اللي طلع لي في الواقع في المعمل اقل من الكميه اللي المفروض تطلع؟ يعني انا المفروض يطلع معايا 85 بس ما طلعش معايا الا 77, ايه السبب لده؟ actually السبب ان انا طلع معايا كربون دايكسايد, والكربون دايكسايد ده slightly soluble in water, ففي شويه كده دابوا من ال 85 والباقي بقى طلعوا اللي هم ال 77. فالسؤال بيقول ايه؟ بيقول suggest and explain why the total volume was different. فانت الاول هتقول له ازاي different, هتقول له the gas produced was lower than expected, والreason بقى هتقوله because some of the carbon dioxide dissolved in water. السؤال الأخير هنا بالنسبة لquestion 2 بيقول sketch on the grid. sketch يعني مجرد sketch, يعني ما فيهوش points بقى ترسم عليها. what you would expect if the experiment was repeated at a lower temperature. احنا عارفين ان هو لو lower temperature هيبقى slower rate of reaction, ولكن في الاخر هيطلع نفس كمية الكربون دايكسايد. يعني انا لو طلع لي في الاول 77 لو قللت التمبريتشر برضو هيطلع في الاخر 77 ولكن هياخد وقت اطول وهيكون ابطا. هترسمها ازاي دي؟ انا هعملها باللون الاخضر هنا, هتبقى ابعد من الواي اكسس لان هي ابطا وبالتالي هتبقى بالمنظر ده, وفي الاخر توصل تقريبا لنفس الليفل الاخراني اللي كان في الاكسبيرمنت الاولانيه. لاحظ ان انا وصلت للفاينل فوليوم اللي هو 77 برضو. ليه؟ لان انا ما غيرتش الاماونتس, ما غيرتش الكونسنتريشن بتاع الاسيد او الاماونت, حتى اكشلي لو غيرت الاماونت بتاع المغنيسيوم كربونيت مش هيحصل حاجه لان المغنيسيوم كربونيت كان اكسس. فالحاجه الوحيده اللي هتغير لي كميه الكربون دايكسايد هي الاسيد. لو الاسيد less concentrated او الفوليوم بتاعه اقل هيطلع لك في الاخر كميه كربون دايكسايد اقل, وبالتالي هترسم مثلا حاجه زي كده. لكن طبعا انا مالكش دعوه بده, انا بس بديك اكزامبل. لو كان الاسيد اكتر كان هيطلع لك بقى حاجه
طلع لفوق خالص هيبقى مديك كربون دايكسيد اعلى، لكن انا ما غيرتش كميه الاسيد، كل اللي انا غيرته هو التمبريتشر، وبالتالي كل الموضوع ان هو هيكون ابطا وبالتالي ابعد عن الواي اكسس. السؤال الثالث ده بقى بيجي عن تشابتر 8، لازم يجي لك سؤال عن التاستس فور كاتاينز انينز اند جازز، وبالتالي عشان كده انا اكدت عليك جدا في الفيديو ده ان انت لازم تحفظه كويس جدا، ويا ريت تحفظه من النوتس مش من السيلابس، لان في النوتس انا ملوناه والالوان دي ساعات بتثبت المعلومه، انت عارف ان الفيجوال افكتس كلها دايما بتثبت المعلومه. فقبل ما تبتدي تحل بيبر 6 لازم الجداول دي تكون محفوظه صم، والا هتبص تلاقي نفسك متضايق مش عارف تحل وتتعقد، وانا مش عايزه حد يتعقد. السؤال سهل جدا وهايف وما يستاهلش ان انت تدخل عليه من غير ما تكون مذاكر، فذاكره الاول وبعد كده ابتدي حل بيبر 6. يا ريت برضو حاجه تانية، انا بلاحظ ان ستودنتس كتير بيروحوا داخلين على السؤال اللي هو البارت الاولاني ويروحوا قارينه ويسيبوا بقى الجزء الاولاني خالص ما يقروهوش، فما تعملش كده، اقرا السؤال كويس. هو بيقول لك انا عندي two substances solid A و solid B they were analyzed، بعد كده بيقول لك solid A is zinc nitrate، خلاص عرفت ان واحد منهم zinc nitrate. وبعدين بيقول tests were done on the substances test on solid A، هو دلوقتي بيسأل على solid A، كلام واضح بيسأل على zinc nitrate، بيقول ان solid A ده was added to distilled water، دوبه خلاه دايب في مية، and the mixture was shaken to dissolve the solid، واحنا عارفين ان zinc nitrate ده soluble، ليه؟ لانه nitrate وكل nitrate soluble، اول rule في solubility، and produces a solution. A solution was then divided into three equal portions. البورشن الأولاني عملت عليه تست، التاني عملت عليه تست، التالت عملت عليه تست تالت، جبت أنا السوليوشن ده وحطيته في تلاتة تست تيوب كده هو، وعملت تلاتة تستس مختلفين. التست الأولاني بيقول لك أنا حطيت صوديوم هيدروكسيد، أول ما تشوف الصوديوم هيدروكسيد تفتكر التستس بتاعة الكاتاينز. دلوقتي ايه الكاتاين اللي عندي؟ انا عندي زنك، وانت لو حافظ كويس هتعرف ان الزنك لما بحط عليه صوديوم هيدروكسيد اللي هو الكولم الاولاني كان بيطلع وايت بريسيبيتيت، وكان الوايت بريسيبيتيت ده سوليبل ان اكسس. هو بقى في الحته الثانيه قال لك ان اكسس اوف صوديوم هيدروكسيد واز ذن ادد، فانت هتقول له هنا سوليبل ان اكسس. وطبعا انت فاكر هو ليه كان بيبقى سوليبل ان اكسس، لان الزنك دوت امفوتيريك، وبالتالي الزنك هيدروكسيد اللي بيتكون ده اكشلي بيعمل رياكشن مع الصوديوم هيدروكسيد ويطلع سولت ووتر، علشان كده هو سوليبل ان اكسس. طب ليه بيدي كولر للسوليوشن؟ لان الزنك ده من الحاجات اللي في الترانزيشن ميتلز اللي هي اكسبشن وما بيعملش كولرد كومباوندز، اكشلي بيطلع وايت سوليد، الزنك نيتريت ده بيبقى وايت سوليد، ولما بيدوب في ميه بيعمل كولر للسوليوشن، وعشان كده انت بتقول هنا كولر للسوليوشن، غير الترانزيشن ميتلز الثانيه زي الايرن زي الكروميوم زي الكوبر، كل دي حاجات كولرد، انما الزنك من الاكسبشنز اللي بيطلع كولر للسوليوشنز او في السوليد فورم بيبقى وايت. التست التاني بيقول لك حطيت امونيا، سهل جدا، الامونيا دي الكولم التاني بتاع التست فور كاتاينز، برضو كان بيطلع وايت بريسيبيتيت سوليبل ان اكسس. التست التالت هنا بيقول لك انا حطيت الومنيوم فويل وحطيت ايكويس صوديوم هيدروكسيد، فاكرين الالومنيوم فويل والايكويس صوديوم هيدروكسيد ده تست فور ايه؟ ده كان اكتشلي تست فور نيتريت، نيتريت ايونز، وانا فعلا عندي نيتريت اين، يبقى هيدي بوزيتيف تست، هيديني الريزلت بتاع النيتريت تست. بعد كده بيقول لك ذا ميكستشر از هيتد، واحنا عارفين ان التست ده لازم نورم كيرفولي. وبعد كده بيقول لك جاز از برودوسد، احنا عارفين ان التست ده بيطلع امونيا، بس احنا محتاجين observation، محتاجين حاجه نشوفها بعينينا. بيقول لك كمان ان هو it was tested with a litmus paper، فانت هتقول له ايه؟ هتقول له gas produced، لان انا محتاج observation، حاجه شفتها بعيني gas produced. ممكن تكتب observation على الامونيا، الامونيا الريحه بتاعته very irritating، فانت ممكن تقول ايه؟ that has an irritating smell، او ممكن تقول pungent smell، الاثنين صح، irritating او pungent اللي تفتكرها اوكي، لان ريحه الامونيا مميزه جدا جدا. والحاجه الثانيه، لان السؤال ده عليه درجتين فانت لازم تكتب حاجتين هنا، يبقى الاوبزرفيشن الاولاني ان في جاز بروديوسد، ويا ريت كمان لو تتكلم عن الجاز ده ان هو ريحته مميزه جدا، هو طبعا ملوش لون فانت مش هتكتب لونه، فانت هتقول ان هو عنده irritating او pungent smell. الاوبزرفيشن الثانيه على الليتمس بيبر ان هو it turns damp
red litmus paper into blue. والدام مهمة لأن الورقة لازم تكون مبلولة لأن الجاز اللي طالع ده لو لمس الورقة ممكن ما يأثرش عليه، لكن لازم يدوب الأول في المية اللي في الورقة علشان يحولها من red لبلو. طبعا أنت عارف ليه هو بيحولها لبلو، لأن الأمونيا ده basic أو alkaline. طيب السؤال دوت بيسأل عن solid B اللي هو ما ادناش أي فكرة عنه، ما قالناش هو إيه، لكن دلوقتي هيديني شوية tests كده وobservations بحيث أن أنا أعرف التست ده إيه. بيقولك أن هو عمل flame تست، وان الفليم تست ده طلع ريد فليم. طبعا احنا مفروض نبقى حافظين الفليم تست، احنا عندنا 4 metals ولازم نبقى حافظين الميتال الفليم تست بتاعها. الليثيوم ايونز بيطلع ريد فليم، الصوديوم بيعمل يالو فليم، انت لو وقع منك شويه ملح كده على الشعله بتاعه النار هتلاقيها تحولت للون يالو. البوتاسيوم لايلاك لون كده بنفسجي، والكوبر بيطلع لون بلو. انا برضو اشجعك هنا ان انت تحفظ الجدول ده من النوتس، لان انا حطاها في النوتس بالالوان وفي صور للفليم تست، فدي هتخليك ما تنساش شكلها ابدا. المهم هو طلع رد، يبقى اكيد اكيد ليثيوم، يبقى احنا عرفنا ان احنا عندنا ليثيوم ايون. تاني حاجه بيقول solid B was dissolved in water، دوبها في الميه، وبيقول ان هو حط عليها نيتريك اسيد وسيلفر نيتريت. هو السيلفر نيتريت ده تيست فور ايه؟ اتس ا تيست فور هالايد. هو الاول عمل اسيديفيكيشن وبعدين حط سيلفر نيتريت، واحنا عارفين ان التيست ده بتاع الهالايدز اللي هو الكلورايد والبرومايد والايودايد. ليه؟ لان الهالايدز دي بتعمل انسوليبل سيلفر سولت، يعني السيلفر كلورايد انسوليبل فبي precipitate. السيلفر برومايد برضو insoluble والسيلفر ايودايد برضو insoluble. السيلفر كلورايد لونه وايت والبرومايد لونه كريم والايودايد لونه يالو. هو بيقول ان طلع لك يالو، يبقى انا كده عرفت اوتوماتيكلي ان انا عندي ايودايد ايون، يبقى solid B ده اكيد ليثيوم ايودايد. لو تلاحظ ان السؤال ده كله هايف جدا لو انت حافظ الجداول، لو انت مش حافظ الجداول هتبص تلاقي نفسك عمال تقول ايه ده، انا مش فاهم التست ده بتاع ايه، انا مش عارف دي جت ازاي، صح ولا لا معايا مش كده؟ السؤال الاخير انا كنت عامله له فيديو مخصوص بتاع السؤال نمبر 4، السؤال الاخير اللي هو الاكسبيرمنتس، وكنا اتفقنا مع بعض في الفيديو ان في 7 بوينتس انت لازم تجيب سيرتهم علشان تضمن ال6 درجات الموجودين. ال7 بوينتس دول، اول حاجه ان انت لازم تجيب سيره اسامي الاباراتس اللي انت هتستخدمها، لو انت هتستخدم بيكر، لو هتستخدم كونيكال فلاسك، لو هتستخدم ميجرينج سيلندر، جاس سيرنج، لازم تجيب سيرتهم. لازم كمان تجيب سيرة الميجرمنت اللي انت بتقيسها وتقول له how you will be measuring it. بعد كده لو في comparison بالنسبة لتو experiments، لو بتعيد الاكسبيرمنتس وبتقارنهم ببعض، لازم تثبت شوية factors كده تخليها constant. كمان لازم تقول له when are you going to stop the experiment، لو الاكسبيرمنت بتاعتك شغالة بتطلع جاز بتطلع حرارة بتقيس temperature، لازم تقول له هتوقف الاكسبيرمنت امتى. سادس حاجه لو في كالكوليشنز تقول له هتعمل الكالكوليشنز دي ازاي. وسابع حاجه تدي له كونكلوجن، تقول له لو حصل كذا يبقى كذا، لو حصل كذا يبقى كذا. لو كتبت ال7 حاجات دول بطريقه منظمه that makes sense that's logical، اكيد اكيد اضمن لك تاخد ال6 درجات دول. طيب السؤال اصلا بيقول ايه؟ بيقول ايودين ديزولفز ان تو ديفرنت سولفنتس، ممكن يدوب في ايثانول ممكن يدوب في هيكزين. بيقول لك بلان ان اكسبيرمنت تو فايند اوت ويتش سولفنت، يا ترى الايثانول ولا الهيكزين. ايودين از موست سولفنت، يعني من الآخر بيسألك الأيودين بيدوب أحسن في الإيثانول ولا بيدوب أحسن في الهيكزانول، سوري في الهيكزين. وبيقول لك كمان at room temperature، يعني make sure أن أنت لما تتكلم في الإكسبرمنت تقول له أن أنت هتعمل كل ده at room temperature، يعني ما تقولوش هيت بقى والكلام ده. ماشي، هو بيقول لك انه you are provided with iodine، ومديك كمان التو سولفنتس، ومديك common lab apparatus، يعني اي apparatus انت عايز تستخدمها استخدمها، بس please اكتب اسمها في السؤال عشان تاخد النمرة. طب انت هتعمل ايه؟ الموضوع سهل جدا، هتجيب 2 beakers، واحد هتحط فيه ايثانول، واحد هتحط فيه هيكزين. طبعا انت هنا بتقارن حاجتين، يبقى ضروري جدا موضوع الفاكتورز تو كيب كونستنت ده ان انت تاخد بالك منه، يعني لازم تستخدم نفس الفوليومز بتاعت السولفنت، ولازم تستخدم نفس الماس بتاع الايودين، ولازم الاثنين يكونوا at the same temperature اللي هو room temperature. يعني لما تعمل الاكسبيرمنت اول مره مع الايثانول وترجع تعيدها تاني مع الهيكزين، لازم تثبت كل الفاكتورز اللي ممكن تاثر على الاكسبيرمنت بتاعها. لازم تستخدم نفس الفوليوم بتاع السولفنت بتاع الهيكزين زي الايثانول بالظبط، لازم تستخدم نفس الماس اوف ايودين، ولازم يكون الاثنين at room temperature. طيب هعمل ايه؟ هحط شويه ايودين هنا وهحط شويه ايودين هنا واقلب كويس. طبعا هجيب ستير رود هنا واقول له ان انا هقلب، هعمل ستيرنج علشان اتاكد ان كل اللي عايز يدوب خلاص داب ومش هسخن، لان انا عايزه كله يكون at room temperature. بعد كده هعمل ايه؟ هاخد بقى
الكمية دي واعمل لها فلتريشن بحيث اشوف قد ايه ايودين اتبقى. الايودين اللي اتبقى ده انا هنشفه، هعمل له دراينج، وبعد كده اوزنه واشوف وزنه قد ايه. هعمل نفس الكلام هنا في الهكزين اللي في الاخر هيطلع كمية اقل، معناه انه كمية منه كتير دابت، يبقى هو السولفنت الاحسن. Did you get البوينت الاخرانية دي؟ انت هنا دوبت ايودين، لو كتير قوي قوي منه داب اللي هيقعد هنا على الريزيديو قليل، حاجة بسيطة، معناها ان الايثانول ده سولفنت كويس جدا. لكن لو السولفنت مش حلو، لو الايثانول ده سولفنت مش حلو، بالتالي الايودين اللي انت حطيته مش كله داب، ده كتير كده قعد في الاخر، وبالتالي لما تيجي توزنه هتلاقي لا ده انا معايا ايودين كتير قوي. معنى كده ان الايثانول ما دوبوش، الايثانول ما كانش حلو. فالحته دي بقى هتروح في الكونكلوجن بتاعك اللي هي اخر نقطه. فايه اول نقطه بالنسبه لك؟ ان انت هتجيب فوليوم معين من الايثانول، وهتقول له انت هتقيس الفوليوم ده ازاي. هتقول له مثلا measure 100 سنتيمترز كيوب اوف ايثانول يوزنج ميجرينج سيلندر. ولاحظ ان انا حددت الفوليوم وحددت الاباراتس اللي انا هستخدمها. اول خطوه، يعني اول نقطة عشان تاخد البوينتس بتاعتك، ان انت تجيب سيرة الاباراتس بتاعتك والميجرمنت. انا قلت له 100 سنتيمترز كيوب، وقلت له هاو ان انا هميجر ده يوزنج ا ميجرينج سيلندر. طبعا بعد ما عملت له ميجرمنت هحطه فين؟ قول له put it in a beaker. تاني حاجة هتعملها هتحط له ايودين، بس هتحط له ايودين قد ايه؟ لازم تجيب سيرة الماس عشان لما تيجي تعيد بنفس الماسز ديت. فهتقول له مثلا add 10 grams مثلا او 5 grams، اي حاجة يعني، مش لازم تدق قوي يعني، بس اي كمية من الجرامز of iodine. انت actually هتقول له measure 10 grams using ايه بقى؟ ايه الابراتس اللي بتقيس الويت؟ البالانس، using a balance. بعد كده هتقول له ان انت هتضيفها then add to the ethanol، وطبعا لازم تقول له add room temperature. بعد كده هتقول له نقطة ان انت هتقلبه عشان تتأكد ان كل حاجة دابت، stir with a glass rod. الخطوة اللي بعدها ان انت هتاخد اي بقى ايودين اتبقى هنا في قعر البيكر دوت، وتاخده وهتبقى عايز توزنه عشان تشوف قد ايه اتبقى وما دابش. فانت الاول لازم تعمله filtration عشان تفصله من السولفنت. فانت هتقول له filter to remove the undissolved iodine. طبعا اللي انت هتاخده هنا في الريزيديو لازم ضروري تعمله drying، لان انت لو ما عملتلوش drying تيجي بقى توزنه، انت كده بتوزنه وبتوزن المية اللي عليه، فانت بوظت الوزن، ما الميزان الويت ده مش اكيرت. فانت لازم تقوله dry، ودراي دي هيبقى عليها درجة اكيد. وبعد الdrying هتقوله weigh، هتوزنها. وطبعا انت قايل له ان انت بتوزن the undissolved iodine، يعني كلامك واضح. الخطوة اللي بعدها بقى هتقول له repeat using hexane instead of ethanol. بس لازم تقول له ان انت لما هتريبيت ايه الفاكتورز اللي انت هتسيبها كونستنت. فلازم تقول له same volume of hexane, same mass of iodine, same temperature. واخر حاجة هتقول له الconclusion، انت دلوقتي عندك وزنت الايودين بعد ما دوبته في ايثانول، ووزنت الايودين بعد ما دوبته في الهكزانول. دلوقتي هتقارن الويتس ديت، compare the weights. بعد كده هتقول له الconclusion، لو في more undissolved iodine معناها ان السولفنت ده مش حلو، لو في less undissolved iodine معناها ان السولفنت ده احسن. هتقولها ازاي دي؟ هتقول له the solvent which produced less undissolved iodine is the better solvent. او ممكن تقول العكس، تقول له the solvent that gave more undissolved iodine is a worse solvent. الاتنين صح لو قلتها بالطريقة دي اوكي، او الطريقة دي اوكي. فبكده انت خدت الست درجات، لانك جبت سيرة كل الاباراتس اللي انت هتستخدمها، الماجرينج سيلندر اللي في الاول دوت، البيكر، البالانس، الستير رود، الفلتر فانل والفلتر بيبر، عملت ماجرينج ازاي، الفاكتورز اللي انت خليتها كونستنت. طبعا هنا احنا موقف، يعني we sort of didn't stop this experiment ف this is unapplicable بالنسبة للإكسبرمنت دي. وبعد كده قلت له ان انت هتقارن compare التو ويتس دول، لان هنا مفيش calculation، احيانا بيبقى فيه calculation، بس هنا انت هتقول له ان انت هتقارن الوزن ده والوزن ده، وفي الاخر اديت له conclusion. لو كتبت كل ده هتاخد الـ 6 points for sure.